السلفية والصوفية في الصومال وجها لوجه، خنادق متقابلة وبنادق متقاتلة، على ماذا يتقاتل المتقاتلون؟ على الأرض أم على العقيدة؟ أم هم في السياسة مختلفون ومتنازعون؟ ماذا يريد السلفيون منكم تحديدا، يعني الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين؟ نحن لا نقول السلفية في الصومال، نسميهم الخوارج. هم يعني يركزون على السياسة وعلى السيطرة وعلى فرض الناس على أفكارهم وعلى إكراههم بعقائدهم ومبادئهم. يعني هم ينشرون أفكارهم عن طريق يعني النزيهة وعن الدعوة وعن النشر التعليمات والأفكار، بل ينشرون أفكارهم بالبنادق وبالقوة. يعني أفهم من حديثك بأنهم يريدون إلغاءكم وإقصاءكم. صحيح، يعني ضمس آثار الصوفية فكريا وسياسيا. فكريا وسياسيا، فكريا وعقديا ووجوديا كمان. حتى ووجوديا كل طيب. هذا وضمس الآثار كلها الصوفية كل الآثار اللي كانت أكثر من 1000. هذا ادعاء، لأن السلفية يريدون أن يطبقوا شريعة الله تبارك وتعالى على وجه الأرض، وبدءا من الصومال يريدون أن يدافعوا وطنهم التدخلات الأجنبية ودول المجاورة، ويريدون أن يطبقوا شعبهم الشريعة الإسلامية، لأن الشعب هم الذين يختارون في أن يطبق عليهم الشريعة الإسلامية. وهؤلاء إخواننا هم ثاروا من جانب واحد، لأنهم كانوا يقدسون القبور والمقبورين ويدعون الأولياء، فإذا رأوا أن السلفية ضد ذلك وأخرجوا المزارات والمشاهد التي كانوا يعبدونها، بدأوا بالقتال والتصليح وأظهروا أنهم قوة عارمة وساندوا كل من يستطيعون أن يساعدوا. شيخ عبد الرشيد، يعني سمعتك وربما سمعك يعني كل المشاهدين تقريبا بأنك تقول بأنهم كانوا يعبدون القبور، يعني يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يعني أنتم تكفرونهم. لا نكفرهم يعبدون كجملة، لا نكفرهم. نحن لا نكفر الناس. شيخ، من أول لا نكفرهم كجملة. من أول الطريق. نعم. قلت يعبدونهم، يعبدون القبور، يعني هذا شرك، يعني اتهام واضح بالشرك. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. عندما تقول بأن الآخرين يعبدون القبور والمزارات، يعني تخرجهم عن الملة والدين. هل تعرف أيها الأخ أنك لا تستطيع أن تحكم جماعة بأسرها أنهم كفرة ما دام أنهم مسلمون أصلا، ولكن ترى كثيرا منهم يستنجدون الأولياء ويذهبون إلى القبور ويستنجدون ويسألون لهم أشياء كثيرة، والعبادة معناها واسع. إذا سألت غير الله تبارك وتعالى أو استغثت طلبت الغوث من غير الله تبارك وتعالى، فأنت في هذا الوقت يعني فيك شرك. يسرني الاعترافات اللي طلعت من الشيخ جزاه الله. فهو قال كانوا يعبدون القبور، على هذا الأساس أخذنا المزارات وشلناها وهدمناها، هم يدافعون عن هذا. هو يقول يعني كهذا اعتراف وتقرير منه. الأفعال اللي يسمعونها في الصومال حتى لا تقرهم السلفية في العالم. طيب، لأنه نوضح للمشاهدين ما تقول بأن السلفيين حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي أخرجوا مشايخ الصوفية من قبورهم وأخذوها وأخذوها إلى أمكنة مجهولة لا نعلمها إيش يسوون العظام. نعم. أو الجثث. نعم. يعني طلعوا وأخرجوا بعض الجثث وهي لم تبلي، بعض المشايخ ولحاهم الحناء على لحاهم.
تعرف الصومال ليس من ضمن الفتوحات الإسلامية. نعم. نعم. يعني وصل الإسلام عن طريق الصوفية وعن طريق الدعاة والتجار. فهؤلاء العلماء كانوا هم الدعاة الذين نشروا الإسلام في الصومال. فقسموا المجتمع إلى ثلاث. العلماء هم سموهم الأصنام المقبورين. وحكموا عليهم النبش ينبشون. وسمعنا من أفواههم عبر الإذاعات وعبر الإعلام العام أن هؤلاء الجثث حتى لا يليقون أن يدفن حتى أن يعطى الكلاب هذا الشخص بهذه العبارة. بهذه العبارة والله والذي يعني خلقني بيده. وكمان يعني القسم الثاني هم العلماء الأحياء حكموا يعني قالوا هم سدنة الأصنام قدام الأصنام والمزارات ويحكموا عليهم بالقتل. والقسم الثالث هم الشعب يعني أغلبية أطباء يعني الصوماليين أطباء. نعم. للمنهج الصوفي. هؤلاء المجتمع اللي هم أطباء للعلماء حكموا عليهم بالشرك وقالوا نفتح عليهم باب التوبة إذا قبلوا وتابوا فذاك وإلا نقتلهم فعليهم السيف. طيب. فعليهم السيف. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لما أراد أن يبني مسجده المكان الذي اشترى من الغلامين اليتيمين كان فيه مقبور كان فيه قبور لأهل ذلك الزمان فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينبش يخرج من هنا وينقل إلى مكان آخر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم أن الله يرى قبرا مشرفا إلا سواه على الأرض